في ظل الظروف اللي يعانيها نادي الرائد الوقت الحالي أعتقد أن التعادل عادل لنا. لا تنسى أن عندنا 5 لاعبين أساسيين اليوم ما كانوا متواجدين في الفريق، فهذه لها تأثير كبير، لكن الحمد لله. خسارة 3 نقاط صراحة بالنسبة لنا كانت مهمة هارد لنا. بعد تعطل الفرق الجولة الماضية كان بالنسبة لنا إحنا نقدر يعني نقرب الفارق، لكن الحمد لله أعتقد الفرق الآن بدأت يعني تكون حريصة على النقطة، نرجع على 3 نقاط. الدور الثاني راح يكون شوية صعب، شفنا اليوم فريق الرائد يمكن شوط الأول كان أفضل منا بكثير. الشوط الثاني استحوذنا على مجريات المباراة الشوط الثاني، لكن ما حصلت لنا الفرص الحقيقية للتسجيل. أول حاجة تسجل بس ترجع للدفاع، هذيك حاجة عادية في مخ اللعب، لكن شفنا الشوط الأول الحقيقة تأثرنا بالمسافة من رياض المجمع باص ساعتين، شفنا اللاعبين ما همش فريش، معناتها ما همش ناشطين. الشوط الثاني تحسننا كنا نربحه، لكن هذيك سياحة كما قلت لك مانيش راضيين على نقطة التعادل. مو صدمة طبعا انت تلعب مع فريق الرائد، يعني فريق يعني انت لما تشوف نتائج الرائد في 5 مباريات كانت جيدة زي مشوار الشباب في التصاعد. يعني التعادل اليوم انا اشوف انه نقطة ايجابية، يعني عندنا ظروف كثيرة، عندنا إصابات، عندنا اللاعبين موقفين كروت، يعني حاولنا نجيب 3 نقاط، لكن اللهم لك الحمد انك تطلع مع نادي الشباب بنقطة بظل الظروف هذه، انا اشوف انها ايجابية.